السلام عليكم يا احلى ملكات يا ملكات في الكون، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. اليوم غنديكم ان شاء الله لواحد البلاصه اللي سميتها سنوكومي باس. المهم ديك المره راه كندرت لكم فيديو اننا مشينا ولكن ما كانش طاح الثلج، كان طاح ولكن لان الارض كانت باقه سخونه شويه فداب وصورت لكم المهم المنطقه بلا ثلج بلا والو. واليوم كتب لينا باش اننا غادي نمشيو وصافي. المهم حبيت انني نصور لكم، هنا طاح لي التليفون، حبيت انني نصور لكم هكا لقطات. المهم ها انتم كتشوفوا لقطات ديال الطريق ديال الجبال وديال ديك الضبابه طالعه اولا الغمامه، انتم راه غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. ودرت لكم لقطات فقط من الناس كانوا كيلعبوا السكي وما شاء الله عليهم، يعني هما انا كنقول لهم ما شاء الله عليهم. جا البرد مقومين ليه الثلج ديالو وكل شيء، جات الشتاء مقومين ليها، جا الصيف تا هو مقومين، يعني ما شاء الله عليهم ماشي بحالنا. المهم انا كنمشي، انتم غادي تشوفوا غير صورت الناس كيلعبوا واللي طاح كنبدا نضحك. والمهم دوزنا وقيد زوين والبنات لعبوا داروا سنومان ولعبوا هذا. المهم دوزنا وقيد زوين، هانتوما غادي نخليكم مع تتمة الفيديو. نتمنى انه ما يكونش جاكم طويل، درتو شويه طويل، لكن لان صراحه بغيت نبين لكم جماليه المكان وكانكم غادي تشوفوا هذه المنطقه بعيونكم. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تخليوش ما تنساوش تخليوا لي اشتراك ولايك للفيديو وتعليق، وان شاء الله نخليكم هنايا وحتى الفيديو قادم باذن الله. فرجه ممتعه ونتمنى هذا الفيديو يا ربي يعجبكم. والمهم حتى نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم انا كنسلم عليكم هنا لكن خليوا الفيديو طالق حتى النهايه.
البرانكا. Yes, come here. Can I make a snowman? It's another.